هسه نجي على موضوعنا وعلى التطبيق. عرفت شنو التطبيق؟ عرفت شلون اطلع اكتب بازواج مرتبه؟ وعرفت شلون اطلع المدى وامثل بيانيه وامثل مخطط سهمي؟ هسه اريد يعني شلون اطلع نوع التطبيق. عندي 3 شغلات. شو وقت التطبيق يكون شامل؟ اذا كان المدى يساوي لي المجال المقابل. يعني شلون اخذت اني بالسؤال السابق، شوفوا شلون اخذت بالسؤال السابق، زين عيني، هذا المجال المقابل وهذا المدى مالتي، هذا 2 3 4، هذا 2 3 4 5، ما مساوين لان اكو 5 بيناتهم. هذا ما اقدر اقول عليه شامل. ليش؟ لان المدى مالتي ما يساوي المجال المقابل. يعني شرط التطبيق شي يكون شامل اذا كان المدى مالتي يساوي المجال المقابل. هذا الشرط الاول. التطبيق شو وقت يكون متباين؟ يقول لي التطبيق يكون متباين اذا كان لكل عنصر في المجال صورة واحدة فقط في المجال المقابل. يعني اذا تذكرون من كنت اشرح لكم بالصف، اقولكم اني وانت من نوقف قدام المراية ما يصير تطلع صورتنا واحدة، لازم شو تطلع صورتين، فما يصير عنصرين مختلفين تطلع صورتهم واحدة. يعني مثلا ما يصير أفل 3 وأفل 4 يطلع الناتج مالتهم 2، لازم كل عنصر إلى صورة واحدة. كل واحد من عندنا يوقف قدام المراية إلى صورة، ما يصير 2 يوقفون إلهم نفس الصورة. زين، وأخير شيء التطبيق شو وقت يكون تقابل إذا كان شامل ومتباين. نعطيني مثال، قايل لي إذا كان F من N إلى N تطبيق، ونعطيني قاعدة الاقتران F للX يساوي 3X زائد 2، قايل لي بين نوع التطبيق. زين عيني، أنا قلت إذا N إلى N يعني مجموعة الأعداد الطبيعية، أنا حرة أخذ أي أعداد بالأعداد الطبيعية هو صحيح، بس إحنا تعلمنا شناخذ 0 1 2 و3. زين، إذا أنا طاني زيت راح أخذ -2 -1 0 1 2. هاي الأعداد اللي راح أخذها من الآن اللي هي 0 1 2 و3، وين راح أجي أعوضها؟ راح أعوضها بقاعدة الاقتران F للصفر. من أعوض بعدين أشوف التطبيق شامل لو لا، يساوي 3 في 0 زائد 2، مكان الإكس راح أحط إيش قد؟ راح أحط 0، 3 في 0 0 زائد 2 2، F منو 1 ويساوي 3 في 1 3 زائد 2 ويساوي 5، F للاثنين يساوي 3 في 2 زائد 2 6 زائد 2 ويساوي 8، F للثلاثة يساوي 3 في 3 9 زائد 2 يساوي 11. زين عيني، أجي المدى مالتي شقد يساوي؟ إحنا مو قلنا هذا المدى مالتي 2 8 2 5 8 أو 5، عادي ماكو فرق، المجموعة إبدالية 11. زين عيني، طبعا للعلم هنا اقدر اخذ هواي اعداد، وايش قد ما اعوض راح تطلع لي هنا اعداد. شوفوا هذا المدى والمجال المقابل من هو؟ الان هل هذا المدى مالتي يساوي لكل المجال كل الان اللي هي المجال المقابل؟ لا، راح اجي اقول له اذا التطبيق غير شامل لان المدى اللي هو من هو 2 5 8 11 لا تساوي المجال المقابل اللي هو N. زين عيني، حتى لو بس تكتب له التطبيق غير شامل لأن المدى لا يساوي المجال المقابل، كافي، مو شرط تكتب له هاي وهاي. زين، هسه نجي أريد من قلبي بين نوع التطبيق، يعني أشوف اللي هي شامل متباين وتقابل. إذا قال لي بين نوع التطبيق هل هو شامل، أشوف اللي هي بس شامل. إذا قال لي شامل ومتباين أشوفها بس شامل ومتباين. بس إذا قال لي نوع التطبيق أشوفها كلها. أجي على منو هسه؟ أجي على التباين. أباوع هذا وقف قدام المراية طلع صورته 2، وهذا وقف قدام المراية طلع صورته 5، وهذا وقف قدام المراية طلع صورته 8، وهذا وقف قدام المراية طلع صورته 11. ماكو 2 وقفوا قدام المراية طلع صورتهم متشابهة، إذن التطبيق شبيه، التطبيق متباين. زين عيني، شنو السبب؟ متباين شكتب له لأن لكل
عنصر في المجال صورة واحدة فقط في المجال المقابل. هاي تقدر تكتب السبب بهاي الطريقة، أو طبعا هذا سبب التباين، أو أكو طريقة ثانية تقدر تكتبها. شو تقول لي؟ تقول لي الصفر لا تساوي الواحد، زين عيني، أو الصفر لا تساوي اثنين، أو أي عددين من ذني تأخذهن. وأيضا شنو؟ صورة الصفر لا تساوي صورة الاثنين. يعني يا أما تكتب هذا السبب يا أما تكتب هذا السبب، مو شرط صفر واحد صفر واحد صفر اثنين واحد واثنين اثنين وثلاثة، كلها صح. زين عيني، زين. التطبيق غير شامل، التطبيق متباين، هل هو تقابل؟ التطبيق ليس تقابل. ليش؟ لأن غير شامل، لأن قلنا شرط التقابل لازم يكون شامل ومتباين. أقول له التطبيق ليس تقابل، ليش؟ لأنه غير شامل. زين عيني.